والحديث عن مراتب القرآن من النصيحة لكتاب الله التي هي من ألزم الأمور كما أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة لكتاب الله أن نعلم مراتب القرآن، وأن نحاول جاهدين أن نأتي بها كاملة غير منقوصة. قال أهل العلم: مراتب القرآن خمسة، بعضها أعلى من بعض. أول المراتب والتي لا يمكن أن يستغني عنها أحد أو أن يتعلل بحجة وهي أنه لا يستطيع أن يأتيها، هي مرتبة الاستماع والإنصات، مصداقا لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. كل إنسان يستطيع أن يستمع وأن ينصت إلى كلام الله، ومن ثم فعليه أن يستبشر بالرحمة. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: ما من موطن الرحمة فيه أقرب إلى النزول من استماعك إلى كلام الله، واستشهد بهذه الآية من سورة الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. المرتبة الثانية أن تتلو القرآن حق تلاوته، لا بد أن تتعلم التلاوة على يد شيخ متقن، والأمر في زماننا أصبح سهلا ميسورا، من الممكن أن يأتيك الشيخ المتقن وأنت على فراشك. كيف؟ باستماعك إلى صوت قارئ متقن من المذياع أو التلفاز أو الشبكة العنكبوتية، حتى تكون تلاوتك تلاوة صحيحة منضبطة. الذين وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء فقال عنهم: يتلونه حق تلاوته. المرتبة الثالثة الحفظ، كما قال تعالى حكاية وإخبارا عن هؤلاء: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وليس بالضرورة أن تكون حافظا لكتاب الله كله من أوله إلى آخره، لكن على الأقل أن تكون حافظا لما تقيم به صلاتك. المرتبة الرابعة الفهم والتدبر، وهذه مرتبة من أهم المراتب، ومن أجلها أنزل الله القرآن كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكن تلاوة وحفظ بدون فهم ولا تدبر فإذا منقوصة. نعم تحصل ثوابا بالتلاوة والقراءة، لكننا نريد همة عالية بالوقوف عند الآيات وفهمها وتدبرها. آخر المراتب خامسها أعلى المراتب العمل بما في القرآن، تحل حلال القرآن وتحرم حرام القرآن، تأتمر بأوامر القرآن وتنتهي عن نواهي وزواجر القرآن، كما قال تعالى حكاية عن هؤلاء: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ومن أجل هذا لنا هذه الوقفة، وهي ليست بالطويلة، مع سورة والحديث.